Come on! انا بعيش المغامره النهارده في دهب في محميه طبيعيه جميله جدا على شمال هنا ابو وعلى فكره المنطقه دي اللي هي ابو بالذات ما ينفعش اخش لها الا بجبل او يخت من المايه ما ينفعش اطلعها بالجبل زي ما انا طلعت كده أشوف المنظر من هنا على يميني هنا البلو هول اشهر مناطق الغطس في العالم طلعت طبعا انتوا شفتوا المغامره اللي عشتها دي عشان اطلع عديت على كهف والحمد لله ربنا استرها لغايه دلوقتي بس والله بجد عايز اكلمكم بامانه انا صورت بتاع صوره ومشبعتش بصراحه المنظر انتوا شايفينه منظر حاجه بعيد قوي ان حاجه انا ياما رحت وياما اتفسحت وياما عملت بس ان انا اجرب مكان زي ده ما جربتوش قبل كده فانا عايزكم تيجوا هنا تشوفوا تشوفوا بعينيكم تعيشوا المغامره زي ما انا عشتها كده وتشوفوا الدنيا عامله ازاي هنا وتشوفوا ازاي احنا مش مستغلين هنا ان احنا المفروض انا المفروض اجي هنا الاقي الدنيا زحمه ما اعرفش اقف على المكان ده بس يلا ان شاء الله تشوفوا الحلقه وهتيجوا هنا زي ما اتكلمت عن دهب قبل كده معاكم وقلنا ان دهب بسيطة قوي ودهب فيها حاجات تعمل بطبيعتك قوي انا قاعد مع الست اللي هو عماد الوان رئيس مدينه دهب بصراحه ما شفتش اي صعوبه ان انا اقعد مع رئيس المدينه فلقيت ان كل حاجه سهله في دهب بجد فشرفني جدا ان حضرتك تعيش معايا المغامره النهارده. <applause> احنا بنرحب بيكم طبعا الفضائيه المصريه في دهب انتوا وسط اهلكم وناسكم وان شاء الله اتمنى لكم اقامه سعيده وسط الجبال والجو الممتع ده واهلا وسهلا بيكم. حضرتك انا من معلوماتي اللي قريتها ان هو دهب سميت اسم دهب علشان لون الرمله بتاعته قريبه من الذهبيه. تمام ومع الرياح ونسيم الرياح البسيط بتنزل على سطح الميه فبتدي لون ذهبي فعشان كده فعلا جه اسم دهب زي ما حضرتك بتقول مشتق من الرمال الناعمه الذهبيه. تمام. حضرتك نعرف ان دهب على المستوى الثاني بعد شرم الشيخ في المدن السياحيه فعايزين نعرف ليه ترتيبها الثاني او الـ 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 الاماكن المهمه قوي في دهب. ده يمكن بتتمتع بطبيعه خلابه فعلا مش موجوده في اي حته يعني حضرتك لو شفت منظر الجبال معانا بالوانها المختلفه تقول سبحان الله يعني اللون الاخضر والجرانيت والاسود والفاتح وتلاقي النخل موجود يعني احنا دلوقتي في وادي وادي يناير الريان وادي على طول رطب حتى في الشتاء تلاقي درجه حرارته كويسه جدا في الصيف ممتاز جدا فبتنعم هنا الجبال بفعلا اشتياق لكل سائح الجو نفسه زي ما حضرتك شايف الجو والميه مع الجبال مع الهواء نفسه ده غير الرياضات بتاعت الدايفنج والوان سيرف والكايت سيرف لان دهب بتصنف تاني مدينه عالميه في رياضات الغص ورياضات الالعاب المائيه. فعشان كده ده بتعتبر فعلا يعني على مستوى جنوب سيناء تعتبر ثاني مدينه بعد شرم الشيخ ولكن ان شاء الله مع زياده السياحه تبقى اول مدينه في العالم على مستوى السياحه باذن الله. طب حضرتك بالنسبه للشباب انا عايزين نتكلم عشان عايشين مغامره شويه شبابي زي ما حضرتك عارف بس مستوى الشباب هنا في البدو يعني او في دهب عامه بيتعاملوا ازاي بيبقوا محتاجين ايه حضرتك موفر لهم ايه او حضرتك اكيد مع تعاملاتك مع الشباب شايفهم دماغهم رايحه لفين يعني لا أولا الشباب هنا الحمد لله يعني ممتازين جدا لأن شباب البدو احنا عندنا 10 مليون بدوي لو قلنا نسبة الشباب منهم على الأقل في 3 مليون شاب اللي هي السن يتراوح من 15 ل 25 سنة أو 30 سنة دولت معانا قلباً وقالباً يعني حتى اللي بيجي من الشباب يدخل عند المكتب أنا برحب بيه وبيقدم اقتراحه اللي عايز يعمل أي مشروع بيلاقي العملية ميسرة بيتناقش معايا كأب وكأخ كبير اللي يصلح في المدينة نعمله اللي ما يصلحش ما نعملوش في عندي اثنين دار شباب اللي ودار شباب العصلة ودار شباب المدينه ودول فعلا حطينا حجر الاساس لتطويرهم هتبقى ملاعب متكامله وكل اللي بيحلم بيه الشباب من ملاعب من جيمانيزيا من مختلف الالعاب موجوده صالات مغطاه هتلاقي حضرتك في ترتان حوالين الملعب نفسه ففعلا وده واخدة الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بتطور مركز شباب العصلة ومركز شباب المدينه وهتلاقي في تطور جميل جدا الشباب ملاصقين معايا ليل ونهار لان الشباب ابتدى دلوقتي يدخل على النت وابتدى يسوق لذهب عالميا معظم الشباب شغال على السياحه وشغال على رياضات الغطس وشغال على الوان سيرف وكايد سيرف فبيساعدوا السياح وفعلا هو من مهمته انه يجلب السعاده ويجلب الراحه لكل سائح جاي فطبعا الشباب هنا هم عماد المستقبل وعماد دهب زي ما بنقول دايما حضرتك الرياضات المائيه منتشره قوي هنا في دهب حضرتك شايف فازاي نقدر نوصل للشباب مصر حضرتك كنا بنتكلم قبل كده حضرتك قلت لي حتى انا شوفي شباب من القاهره شباب من اسكندريه شباب من انحاء مصر كلها زي ما بتجيش في ناس ما تعرفش فعلا دهب فيها ايه من جوه انا نفسي فعلا نعتمد على السياحه الداخليه الشاب اللي يجي النهارده ذهب هيلاقي ذهب رخيصه جدا يعني يا دوب هيتحمل تكلفه الاتوبيس لكن فيه في عندي في مراكز الشباب في اقامه كامله للشباب بيقعد في الاوضه ب 20 جنيه في اماكن اللي هي المخيمات موجوده رخيصه جدا للشباب يعني يا دوب مش هيصرف في اليوم في حدود 30 40 جنيه وهيقيم اقامه فعلا حتى من مصر خساره ان الشباب ما يشوفهاش يعني بقول لحضرتك فعلا رائعه لما تشوف الالعاب المائيه الوان سيرف وكايت سيرف ممتعه وقمه المرح والاثاره لما تشوف رياضات الغوص عندنا الدايفنج وينزل يشوف كم الشعاب المرجانيه والاسماك الملونه ده ممكن يشوفها من غير نظاره يعني ده فعلا بتتمتع ان حتى الدايفنج جميل جدا هواها جميل جدا عندنا 270 يوم في السنه في 360 يوم استقرار للريح ومناسب جدا للالعاب المائيه فهي مصنفه ثاني دوله عالميه في الرياضات المائيه ورياضات الدايفنج تمام طب حضرتك انا اتكلم عن نفسي شويه يعني انا شفت في امن الجامعه عندي اصحابي وجيت بيهم وطلبنا من حضرتك ان احنا نيجي دهب عشان عايزين, عايزين نزور معينه او حضرتك تقسم لنا الرحله فحضرتك أستقبلها ازاي او ايه اللي هترسمه في دهب احنا بنرحب طبعا باي رحلات جماعيه على مستوى الجامعه او اي جروبات تيجي عندنا هنا في وديان بيتعمل فيها سفاري زي وادي الطويلات وده سفاري بتلاقيه حضرتك بالنهار وبالليل يعني اعتبر اعتبارا من الظهر كده لغايه غروب الشمس وبيستمروا معانا لغايه بالليل عندنا وادي كونكشن عندنا وادي جنيه الريان اللي حضرتك فيه دلوقتي الوديان دي كلها بتضاء بالليل وكل ما يحتاجه الشباب بتلاقيه موجود من اكل ومن شرب من تسليه من تعارف يعني حتى كان في عندنا جروب شباب من اسبوع على الفيسبوك اتفقوا كلهم مع بعض وجم في وادي الطويلات وانا حضرت فعلا معاهم وكنا مؤمنين جدا هذا الوادي طبعا عشان ما يحصلش اي مشاكل او اي حاجه وكان جنسيات مختلفه الشباب تمتعوا على مدار ثلاث ايام ما كانوش مصدقين ان هم في مصر لدرجه عربيات جت من القاهره على ذهب مباشره فتخيل حضرتك القعده وسط المشروبات وسط الاكل والشرب في الجو البديع اللي احنا قاعدين فيه وسط الب... يعني فعلا ما انسان ان احنا عندنا الطبيعه دي موجوده الاجنبي بيجي من اخر دول العالم ايا كان جنسيته هنا للاسف المصري ما, يعرفش حاجه عن ذهب فده عايز تسوق عالميا واهم حاجه تسوق كمان داخليا لان من حقنا احنا كشباب نتمتع بذهب وجو ذهب فطبعا أخي... حاجه جميله وحضرتك شايف الخيول موجوده معانا يعني الخيول دي طالعه برضو رحله السفاري مع الاجانب وهم حريصين طبعا على الخيول والجمال بتبقى موجوده هنا عندنا في الوديان وتعتبر رياضه جميله جدا رياضه الخيول او ركوب الجمال والاجانب بيتمتعوا بها جدا وعندنا هنا الحمد لله جميع الجنسيات وحضرتك شايف هاي ويلكم هاو ار يو اوكي اوكي حضرتك شايف الاغاني طبعا سعاده جدا واحنا بنبقى سعداء بيهم لكن عايزين تنشيط للسياحه وتسويق لذهب اكتر من كده بما بما تحمله من طبيعه خلابه فعلا حضرتك بالنسبه للاستقرار في ذهب يعني احنا طبعا انا من رايي او من رايي المتواضع ان انا جيت على الطريق كنت شايف ان كل بالظبط 5 كيلو من ساعه ما دخلت ذهب بيبقى فيه كمين الشرطه متواجده الجيش متواجد فحضرتك ده يعني بلس ان مفيش مظاهرات في دهب يعني دهب حتى استقرار تام خالص بعيد عن الاجواء السياسيه اللي بنشوفها في القاهره فده ممكن بيكون بيأثر ايه سبب اختفاء السياحه هنا شويه او احنا حضرتك زي ما قلت بدأنا بنرجعها واحده واحده بس ايه السبب برضو ان هي لسه لغايه دلوقتي هو زي ما حضرتك بتقول فعلا يمكن اولا احداث صعبه ده حدث عارض واحنا استقنا لبعض الدول اللي سحبت رايها وحذرتهم لان حدث عارض ممكن يحدث في اي دوله فحدث عارض لا تقيس عليه الامان في جنوب سينا احنا من ثلاث سنين مضت لما كان القاهره فيها مظاهرات واسكندريه ومعظم دول المحافظه كان أقصر فعلا المحافظات استقرارا هي محافظه جنوب سينا البدو نفسهم احنا حضرتك عندنا هنا البدو تقريبا في حدود عشرة الاف نسمة وفي أربعة الاف مغتربين بقالهم معانا 15 و 20 و 25 سنة ومتعايشين متعايشين معانا فحتى اللي بيجي بينبسط من دهب وبيعيش بيعيش فيها بنحقق الامن والسلام بتعاوننا مع البدو لان البدو فعلا اهل خير اهل كرم اهل شهامه ما يقبلوش حتى كانوا هم اللي بيدافعوا في وسط الثوره على المشات الحيويه اذا كان محطه كهرباء محطه صرف صحي مجلس المدينه الاقسام كان فعلا هنا متعاونين ما حصلش حادثه لاختطاف ولا بلطجه ولا سرقه ولا مظاهرات بالكم اللي كان موجود في القاهره دهب فعلا زمان كانت بتعامل ان هي راحه نفسيه واللي كان عنده اي حاجه اكتئاب او زهق او ضجيج من القاهره واسكندريه كان بيجي فعلا لدهب ما تخليش حضرتك كان بيتبسط ازاي لان قمه الهدوء قمه الروعه طبيعه خلابه جدا زي ما حضرتك شايف فعلا دهب تتميز بسبحان الله تنزل دهب وكل اللي بيجي دهب لازم بيجي تاني لان دهب بالذات واحنا بنسوقها دلوقتي هتبقى افضل مدينه على مستوى العالم في السياحه ان شاء الله، برجوع السياحه ولما نحضر لموسم شتاء 2015 يعني اعتبارا من شهر 11 و12 هيبقى في قوام للدوله، هيبقى في رئيس دوله منتخب، هيبقى في حكومه قويه، مجلس شورى مجلس الشعب موجود، هتلاقي دهب فعلا لما تنمي السياحه وانا دلوقتي بعد فيلم عن دهب لتنشيط السياحه ومعانا برضه وزاره السياحه و... والمستثمرين الكبار فهتلاقي ده فعلا اقبال هتتزايد 80 و90 و100% من السياحه ان شاء الله باذن الله طب انا عايز قبل ما اختم مع حضرتك في نقطه مهمه جدا لازم نركز عليها في ناس كتير قوي ممكن تشوفنا دلوقتي ما تعرفهاش ان في فرق بين جنوب سيناء وشمال سيناء وطبعا ده في جنوب سيناء طبعا حضرتك زي ما بتقول يمكن كل الاحداث اللي كانت موجوده والعناصر الارهابيه المتطرفه زي جماعات بيت المقدس والجماعات المشابهه لذلك كانت كلها امنيا كانت موجوده في منطقه شمال سيناء لكن جنوب سيناء تتمتع بالامن والامان لان جنوب سيناء تعتمد بالاول والاخر على السياحه ففعلا سياحه اساسيه ويمكن سياده المحافظ كان اقر مبلغ 30 مليون جنيه والكلام ده من ثلاث شهور وابتدى يركب فعلا بوابات الكترونيه وكاميرات مراقبه لجميع مدن جنوب سيناء لتنمية السياحة وابتدت تركب فعلا في شرم الشيخ من ثلاثة أربعة أيام وبعد ما يخلصها تركب في ذهب ثم طابة ثم نويبع وهكذا ففعلا موضوع الأمن والأمان تختلف تماما عن شمال سينا لأن بنعتمد أولا وأخيرا على السياحة وحضرتك شايف الجو والطبيعة الخلابة فيهمنا أن احنا نأمن السائح ونأمن العاملين في المدينة على مدار 24 ساعة بس عايز قبل ما حضرتك كلمه لشباب دهب وغير كده كلمه لشباب مصر اللي لسه لغايه دلوقتي مترددين بعد كده حضرتك انهم يجوا دهب والله شباب دهب انا بقول لهم انتوا عينينا وفوق راسنا دايما انا نفسي 24 ساعه متواجد معاهم متواجدين مع البدو ومتواجدين مع العاملين في مدينه دهب اي حاجه هم عايزينها بيجوا انا بيسر لهم كل حاجه لان انا مهمتي انا والاداره التنفيذيه ان نيسر اي حاجه وبالمقام الاول ظهرت شباب دهب يعني فعلا ذهب هي بظهرة ولادها وهم الشباب بقول لابناء مصر تعالى شوف ذهب تعالى اللي, اللي بيبتدي يسمع عن ذهب مجرد سمع واللي كان بيسمع من زمان ذهب من سنه 82 متواجده مع جمهوريه مصر العربيه ذهب لغايه دلوقتي نمينا فيها السياحه من سنه 90 لغايه دلوقتي ما يقرب من 14 سنه تعالى شوف رياضات عمرك ما هتشوفها تعالى شوف جو وطبيعه عمرك ما تشوف حرام ان انت تبقى متواجد في في جمهوريه مصر العربيه وما تجيش مكان زي ده المكان رخيص مش مكلف مكان رحلات سفاري متميزه جدا رياضات الغطس والدايفنج والوان سيرف والكات سيرف ما شافهاش قبل كده في حته لان دي مصنفه تاني مدينه على مستوى العالم في الرياضات المائيه الجو نفسه والطبيعه الخلابه اللي يجي ذهب مش هيتكلف كتير مش هيصرف كتير هيتمتع كتير جدا مقابل كلام فاضي انا دلوقتي عشان اروح مطروح بصرف لي مبالغ طائله عشان اروح اسكندريه بصرف لا تعال ذهب وجرب قد تكون بعيده شويه ولكن هتلعب اقامه معانا اسبوع اسبوعين شهر و... يجي تاني وتالت ورابع وزي ما نقول ذهب ومصر ام الدنيا وطول عمرها تفضل ام الدنيا ان شاء الله طيب قبل ما اختم طبعا عايز اشكر سياده اللواء عمر في ذهب ووفر لي كل حاجه تخطر على بالي وبشكرك جدا سياده انت شرفت معانا يا هادي واهلا وسهلا بالفضائيه المصريه وتشرفوا ببيتكم ومكانكم في اي وقت وقفت استقريت كان لازم نقف ناخد نفسنا فالمنظر من هنا حلو أوي يعني وكمان البلو اللي هنا اللي هو اشهر مناطق الغطس في العالم مش عارف ازاي ما فيش شباب سننا بيروحوا فين الجامعات مثلا فين النوادي فين الدعايه للحاجات ديت انا عن نفسي لازم اناقش الموضوع ده من اصحابي يعني على قد ما اقدر اشوف اصحابي اشوف احاول اعمل ايفنت على الفيسبوك مثلا اشوف اصحابي اللي المهم نيجي على هنا ده فكره حلوه أوي يعني احنا لو من كل جامعه خدنا فئه ومش فئه يعني هيبقى عدد وجينا هنا الحوار مش مش صعب أوي او مش مكلف أوي بالعكس أناكس انا عكس حاجات كتير قوي انا نفسي كنتش عارف يعني ايه هول ولا اعرف مناطق الغطس اللي موجوده دي هنا جيت للناس اجانب بيجوا من بره ابعد مننا بقد ايه بقى يعني انا بيني وبين دهب 500 كيلو متهيالي يعني خمس ساعات متهيالي دي سوبر جيت مثلا او شوف هاجي ازاي الناس دي بتيجي بساعات وطيران لازم نناقش الموضوع ده ولازم نشوفه وان شاء الله هنيجي مع بعض تاني <applause> تحت بقى من الجبل هنا بلو هول زي ما قلت لكم ممكن نتكلم مع كذا حد هنا اكيد ليهم مغامرات مع الغطس ابدا باحمد الاول ممكن يفيدني شويه معلومات عن الغطس احمد عامل ايه؟ الحمد لله تمام نتكلم شويه عن الغطس والبلو هول والناس شايفينه ازاي البلو هول انا لسه سامع دلوقتي من شويه ان هو من اجمل الشواطئ على العالم او ممكن المركز الاول ده صحيح ده صحيح البلو هول واحد من الاماكن العالميه في الغطس لان هو طبعا بيجي له ناس كتير جدا من انحاء العالم في التكنيكال دايفنج في الريكريشنال دايفنج في الفري دايف كمان فهو فيري نايس سبوت يعني مشهور جدا لكل انواع الغطس عموما اللي هو الفري دايف اللي هو بينزلوا من غير آه، تانكات خالص الريكريشنال دايف الغطس العادي اللي احنا بننزل فيه التكنيكال اللي هو بينزلوا اعمق تمام <applause> فالسبوت ده مشهور جدا عالميا يعني وان اوف ذا توب 10 in the world طب وليه اختار البلول بالذات علشان يعملوا في تاسيس ان هو يبقى فيه غطس هنا؟ عموما طبيعه المكان طبيعه المكان كان هو القاع طبعا بعيد جدا تمام بره البلو هول القاعه تقريبا اكتر من 800 متر مع يعني ما حدش عارف تقريبا يعني اكتر من 800 متر عمق البلو هول نفسه من 90 ل 110 ده الافرج بتاع البوتم بتاعه فهو السبوت نايس nice جدا الناس ييجوا يعملوا فيه فري دايفنج تكنيكال دايفنج بره البلو هول وريكريشنال دايفنج العادي اللي هو الغطس بتاعنا اللي هو مثلا 30 40 متر يعني طيب. طيب. طيب بس كمان السياح بيجوا بي... معظمهم بيعوموا ممكن الناس ما بتعرفش تعوم انتوا بتعلموهم هنا ولا بتعملوا معاهم ايه؟ أه اللي ما بيعرفش يعوم طبعا بنعلمه السباحه قبل ما يبدا كورس الغطس ده اكيد طبعا أه لو يعني مش هيعرف يعوم قوي طبعا فبنعمل له حاجات ثانيه غير ال... غير الغطس يعني. الغطس الحاجات. بتبقى عشان تديله كورس غطس بيقعد قد ايه مثلا؟ يعني على حسب الزبون طبعا وعلى حسب السكادوال بتاعه. اللي هو جاي مثلا 3 4 ايام ممكن ياخد كورس في 3 4 ايام ممكن كورس يمتد ل 5 ايام تمام على حسب الكاستمر تمام ال آه في كورسات بتقعد يومين في كل الكورس اللي هو الاوبن ووتر او الكورس ده بيقعد مثلا من 3 ايام ل 4 ايام على حسب طعم ممكن يزيد ممكن يقصر شويه آه في كورسات ثانيه زي الادفانس بياخد يومين ثلاثه وهكذا بقى لغايه لما تطلع البروفيشنال بروفيشناليزم ليفل اللي انت عايزه طب اذاك بقى تعرفنا بيهم او تسالهم برده عن رايهم اريكا <laughs> <In> Spain, <laughs> in Scotland uh well they, they asked you about why why did you choose the blue hole particularly to to dive in <laughs> why we were traveling through the through the zone, and uh, we were told that here in Dahab the there were amazing uh, diving, so and uh, then we went to octopus so world Dahab and uh, come on, they told, told us that this is one of the best places in the world to to dive, so why not? أول مرة زوروا مصر ولا مش أول مرة؟ This is the first time you've been to Egypt. Yes. رأي في مصر بقى يعني الاستقرار وممكن يبقى في قلق شوية الناس خايفة برضو إنها تيجي دهب عايز تشوفها مشيت في شارع دهب شافت الدنيا مشيت. Well he asked about if you like you how you see دهب is that safe so far so far so good. Yeah no هي كويسه طبعا سيف ماشي بتمشي في الشوارع وعلى الشواطئ مفيش اي مشاكل خالص الدنيا امان مفيش اي حاجه كله تمام طبعا دلوقتي بقى في امان اكتر عشان طبعا التكنيكال دايفنج بقى احدث وبي في عدد اكتر تمام حاجات احدث طبعا الكلام ده كان زمان بس دلوقتي ما يحصل انا لفت نظري وانا ماشي هنا كان في لوح متعلقه عايزك تقول لي دي عباره عن ايه اللوح المتعلقه دي طبعا ناس ناس يعني ماتت هنا في البلو هول بس الكلام ده كان من فتره كبيره تمام دلوقتي ما بيحصلش الحوادث دي زي الاول فالناس واخده فكره طبعا ان البلو هول طبعا في ناس بتغرق فيه كتير وناس بتموت فيه كتير طبعا الفكره دي غلط هو الناس اللي بتغرق او اللي بتموت في البلو هول دي كانت زمان ودول بيعملوا تكنيكال دايفن بينزلوا اعماق كبيره جدا فطبعا لو في حاجه حصلت غلط ولا حاجه ما خارج عن سيطرته فما يسيطر عليها فبيتوفى او بيموت بيفقد يعني في الماية تحت لان هو عمقها شديد طبعا زي ما اتكلمنا في الاول تمام طيب. طيب اسالك بقى انت شايف الجنسيات اللي بتحب البلو هول او في ناس بتيجي كل سنه البلو هول بالذات او بتجيله كتير قوي عشان مصر بالذات عشان بلو هول اه بالفعل يعني كل الجنسيات بتيجي هنا للبلو هول يعني من مختلف انحاء العالم عشان ناجي البلو هول لو انا عايز اجي انا واصحابي بتاع البلو هول مثلا ايه اللي ممكن اعمله علشان ابادر بايه اول حاجه بعملها تروح مكتب سفاري وتيجي على هنا على طول يعني حاجه ايزي جدا يعني او توقف عربيه وتيجي على هنا في اي كافيه وتنزل ممكن لو معاك م... عربيتك تيجي هنا اه معاك عربيتك تيجي هنا يعني على طول يعني من غير اي حاجه من غير اي حاجه كل الاكوبمنتس <applause> موجوده و... والكافيه موجود والماء قدامك يعني مكان حلو جدا هنا يعني وانت سبب انت نزلت كم مره الموضوع صعب عليا انا ممكن اكون بعوم على قد هيبقى صعب عليا <applause> لا يعني هو هو مش صعب يعني هو ممكن تحس انك انت هتخاف من الاول بس يعني بس انك انت تقعد في الميه بيرفكت يعني الميه حلوه وال وال, وال والريفز وال, 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 وال والسمك جميل جدا تحت يبقى في انواع بقى من شعب المرجانيه سمعت ان في شعب مرجانيه جميله جدا هنا وانواع تحت تشوفها تحت كل طول الريف اللي حوالين البلو هول ولغايه البيلز هنا جميل جدا يعني انا لسه طالع دلوقتي حالا من دايفنج يعني كان كان تحفه تحفه جدا يعني الصراحه تمام ماشي اشكرك جدا <applause> بتتكلم وانا بتسلق الجبل ده شو عرفت ان الهول من ترتيبه من الاول اجمل مناطق الغطس في العالم فانا اسال سؤال برضو كم حد يعرف ان احنا عندنا هنا اول او اجمل مكان غطس في العالم انا نفسي كنت شرف شوف بقى كم شاب وكم حد عندنا في مصر ما يعرفش بالرغم ان هو موجود في قلب مصر يعني في قلب في وده مش بعيده برضو عن شرم او القاهره يعني المفروض ذهب برضو تكون متسلط عليها ضوء كبير قوي غير كده بقى نسيبنا من شويه في تسلق الجبال هنا يا رياضه برضو يعني الواحد بيجي يغير رياضه خالص بقى يعني بعيد عن اي حاجه عملها قبل كده يعني نوع من الترفيه بس حاجة دي حاجه جديده جدا على ان نطلع جبل وعيش مغامره بالشكل ده بس انا بصراحه عشت المغامره النهارده م.. <وهوهوه> بجد